الواحدة أكيد جربت قبل ما تجيلي، جربت كذا حاجة، 500,000 حاجة شافتها يعني. بس برضو بديها نصيحة يعني، تبقى عارفة أولا اللي ناسبها إيه. وفي ناس ما بتنزلش عن معتقداتها في لف الطرحة يعني. واحدة واحدة مش هتلبس غير سبانش، فأنا شوية بحدد الموديل على السبانش. تمام، دي بعض الحاجات اللي بتبقى نادرة قوي بس بتحصل يعني. في بعض الأحيان أنا بقول لها لأ، مثلا بتفرق معايا كذا حاجة. بيفرق معايا الوش، الفيس هيبقى عامل زي وش كبير مربع مستطيل طويل قصير، الرقبة في رقبة ولا لأ قصيرة طويلة. أنا طبعا مش هينفع ملهاش رقبة خالص وأعمل لها لأ، مش بس الفستان، الطرحة نفسها بتبقى موضوع قصير أو معايا. في واحدة أحيانا بتبص تلاقيها مثلا وش مدور، في وش مدور دي لف الطرحة معينة. لكن بنتكلم على طرحة العروسة بقى، بنظبط بقى على حسب يعني الموديل يعني. لو بنتكلم على طرحة العروسة، في منها الطويل دلوقتي وده شغال قوي، بيبقى سابر تتشال وتحط مش مشكلة. وبنعمل لها مثلا معظم الدرس اللي بعملها دلوقتي بعمل الطويلة وبعد كده بعمل دورين قصيرين يعني. الوان 2018 بنتكلم في الميكس كالرز، الحاجات اللي هي المشجره الفلوريدي شويه. الالوان اللي هي الباستيل كلها، الفواتح دي اكتر بادئه يعني. هتبدا نقول نعدي شهر 2-3 هتبدا نشتغل على طول في الباستيلات، الالوان الباستيل الفواتح او عامه الباستيل. طيب في مشاريع هو الفترة اللي فاتت الطلب ده كتير قوي يعني، الطلب ده كتير قوي، بس ان شاء الله باذن الله بنفكر فيه وغالبا هيبقى فيه. بس انا دلوقتي بحضر باذن الله الفرع التاني، وبعد كده ان شاء الله نعمل ورشة عمل ندرس فيها ونعلم فيها الشباب، وخاصة الناس اللي هم الاكاديميين شوية اللي ما عندهمش فرصة ان هم يمارسوا العمل، لان بصراحة بصعب عليا لان انا مريت بكل المراحل دي. فالموضوع بالنسبه لهم محتاجين فعلا حد يقف جنبهم. فانا مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله قريب هنفتح المجال لورشه عمل يعني. وده ظهره مثلا، يبقى في ده يليق على بشره سمراء، لو الناس بتتكلم على الحجاب. فاحنا في عندنا سكتشات كتير جدا، حاجات كتير جدا محجبات بنعملها. طب احنا ممكن نتكلم بالتفصيل يعني، مثلا لو حاجه بشره سمراء ايه اكتر الالوان اللي يعني تليق؟ وفي شايفه في تصميم منهم ينفع لحد محجب؟ لا، هو اوريدي في محجبات، في اتنين محجبات، في اتنين محجبات، واحد فيهم عليه الدانتيل وواحد فيهم ساده ومعمول بالفلون من تحت.